بابي ولا واحد منا والله لا ندري هل نصوم بعد هذا العام عاما أم لا. فصوموا صيام المودعين، صوموا صيام من لا يدرك رمضانا بعده، فوالله لا ندري حوادث مرور، سرطانات، أمراض، اطلعوا ناس من بيوتهم ولا رجعوا، ناس ناموا وما قاموا، ناس جتهم جلطات وهم الآن مستلقين على السرر في المستشفيات. يا أخوان صوموا صوم المودعين وطهروا القلوب من كل غل، وسلموا على من ظلمكم، وقولوا يا ربي اجعل عفونا يا ربي عندك واجعل حقنا عليك. أسأل الله جل وعلا أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وطاعة الرحمن، وأن يرحم كل نفس ما أدركت رمضان. اللهم واشف كل مريض يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، يا رب ارحمهم كما ربونا صغارا. يا اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، استر عيوبنا، طهر قلوبنا، أذهب أحزاننا، اغفر ذنوبنا، اشرح صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين.